مساء الحب والأمل، هذاك سيل بن علي بن محمد بريق القرطاجني الأمازيغي في إطلالته الثانية يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. جاني جاي من بونيا باش أخي، هذا يا مانيتا ولا بونيتا اللي قلت له دير رب اليوم رجالنا، اللي قلت له دير رب اليوم حرقوا له دير رب كبدة متاع دير رب أمه وجواجيه. مش كان عندي ربكم في الحبوسات متاع دير ربكم وسيبتوا دير ربه كما عشرات المئات من لما ابنا للأمن يشد وقضى الوبنة والعاري سيب خاصة بيرو 13. يا أخي دير رب البحيري مش قال عندكم 50,000 بوليس ولا شباكوا دي 150,000 انتحاري. يا أخي مش دير رب الخريجي هو اللي مول ونظم ونسق مع القحبة التركي اللي تنيك فيكم باش المبنى نتاعنا المسلمين التوانسة المبنى المسلمين المستكربين يمشي يعطيو ترمهم وزبابرهم في سوريا وفي ليبيا وفي العراق ودير ربكم وسوريا. اخي العطاي اللي تحكم على دير ربك يا باجي ود برقيبه يا ود القحبه يا حشي هنا وسائل الاعلام بتاع دير ربوك والنياك الاكثريه بتاع الزب انا عمي مع دير ربي انا ما بارتاجيونيش خاطرهم يخافوا من زب الله النياك يا قحابي. وشون يترحم دير ربهم اللي ماتوا هذا مش يرحمهم توك الطفله الصغيره هذيك كونتر بانتيز تسميها توما مليك دمها شرتله وقلت له دير ربها وهي في عنف وين رب الطفوله ووجهها ملائكي كليت الكرتوش نتاع رب الكون مش بتاع مانيتا وبونيتا والنياكه الكل يثبتوا دين ربهم. اخي القتله نتاع الجيوش الجنود نتاعنا والضباط نتاعنا وبوليسيتنا مش الحاكم يشد وانت تسيب يا ميبون يا باجي وانت والخريجي تحكموا مع بعضكم وتنيقوا في البلاد. اللي خايف على كرارس تونس كلم يطرد دين رب سفير القحبه السعوديه يطرد دين ربه وطرد زبورم دين رب جماعه قطر والامارات وكل ما يمد دين رب للاسلام بسيله. خايفين من دير رب الغرب قولوا على ربكم وين عن دير ربكم والشعب ميبون نياك عطاي ساكت غمكم يا الطحانة. مش انتخبتوا دير ربو باش ينيك الاخوانجية حكومة مع دير ربهم واكل قحبة نسمة متاع زبدة فما واحد ميبون جايبوا اكل ميبون بسيس قحبة بين علي وليلى اكل ميبون بسيس هذاك اكل ميبون اكل قال عندي كونسير ورزيدو باش نموت وقت وبسكوا عليا وعملوا لي عملوا لي كان نرجع نعمل للصحافه وزبي ها ورجع نيكي نيكلكم في مخاخكم. عجيب واحد ميبون مسهول فانا حزب ولا دير رب انا مخابرات قال لك نطلبوا من النهضه تاجل الصراعات الداخليه نتاعها لان نحن باش نلقاوكم في حربنا ضد الاسلاميين. نعم دير ربك النهضه شكوني؟ نعم دير ربك نار النهضه كارل ماركس ماركسي لينينيه النهضه النهضه ديمقراطيه تيمون دير رب ناكو نوتو في الجيش ونوتو في الداخلية وجهاز أمن موازي ومخابرات موازي وكل دير رب مش ولا المخابرات العالمية ترتع في دير رب البلاد وأنا أول واحد قال لكم يا طحانة جاك الميبون بسيس يسرق لي في كلام كل يسرقوا لي في كلام زبين عن دير ربهم. الباجي الميبون لا يمكن أن يركز يكون رئيس الجمهورية ويعولوا عليه هو صنيع دير رب الأخوان المجرمين والأمريكان هو بيدو اخوان يعطيه كان يحكم ود القحبة ما يهمو في شيء كانك راو وكانك فريمون تحترم الموتى اليوم اللي ماتوا وسقاو دمهم التراب التونسي ها كانك تحترمهم يود القحبة اليوم اللي قفات تبدا في صفوف اكل القحاب اللي تخدم اكل الزواري تاع الاخوانجية تاع الامن الموازي وعلي العريض ودير رب البحيري والرش ودير ربكم. اخي نسيتوا يا مبنى يا توانسة شكون دخل دير رب الارهاب نسيتوا العصي وزلالت ودير رب دبابز على دير رب وجوكم في كل التدابي منوبة مش هذاكم احفاد الميبون الغنوشي ولا اصدقاء ولا اخواته الصغار ولا بلاد بلاده اللي جايبين يبشرونا بعصبة جديدة في تربكم يا مبنى الاسلام. الله يرحمهم الله يرحمهم شكون قتل دير ربهم والقضاء والقدر نتاع دير ربوه ولا ما القران زبوا رموا القحبة ولا يا مبنى تفو على دير رب هالشعب الميبون الا 10% نتاع زبي انا وباقي كل مشكلة في البحر وتو تبارتاجيو ولدكم في الزبي بارتاجيو في المبنى في النياكة اللي تساق لي في كلامي وتحاول تعملوا في سياغة زعما متربية. أما العصبة الصحيحة هي متاعنا يا نياكة نيكمها قهرة كان واحد آخر في بلاصتي راه بطل دير ربها مش مبطلها باش نيكلكم أمكم الكل بارتاجيوني ولدكم في الزبي يا طحانة يا مبنى. يا أخي الباشي باقي تمنيك عليكم باقي يحشيهولكم باقي بكعبة بسكويت يريضوا دير ربكم هنا عند دين والديكم. الحل هو المرواح بجلال بريك ولاد القحبة وطرد الرب كل المجرمين في حق تونس والشعوب المتحضرة المتقدمة فما برشا وتنجم تاكل مع الزبي فما برشا اما غير توما نياكا
حاب فرنسا نتاع زبي وحاب امريكا وحاب السعوديه والامارات وقطر ودير ربكم. كان تحبوا تحاربوا الارهاب طردوا سفير تركيا اللي يبعث لكم في المقاتلين من دير رب انقره القحبه ودير رب الباب العالي تاع زبي فك القحبه زمير وسم ربك الخرام تاع البوسفورس ودير رب اسطنبول تاع زبي. مش هما يبعثوا لكم في قطر؟ شكيش قاعدين هيك سفير دير رب تركيا في تونس؟ وش قاعدين هيك سفير دير رب قطر في تونس؟ اللي توا قاعدين يبولوا على وجوه الشهداء نتاعكم نعطيكم عصبه يا مب بنينا ياك بو على رب الاسلام ورب الشعب التونسي يا قحاب يا نياكة تسكروا من زبيبه وتيجوا من زبيبه. قال لي يا زبي يا زبي قال لي تعب هذا النظام المجرم وانت يا باجيزي متحشي فيه ما مع زبي ما تمشيش نعم بوك وبرقيبك كيما برقيبك العام بعد ما نقتل 1350 تونسي قال المقارونة المقارونة نرجع كما قلنا قبل الزيادة وشكون ناكو في زيب الوزير الاول نتاعو؟ إنا جامي جامي ريسبونسابل دو ريان، ديما بورقيبة كان يكفي في زيبلوات، واليوم انتوما الفيزيبل نتاع الجبن نتاع دير ربكم، وكعتين كرتوش خوفوا دير ربكم، والبلاد قاموا تلقى عدل، وهو الإرهاب يحكم في زبرونكم في قصر كرتاج، برينا عند دير رب الخريجي ورب الغنوشي، ورب أرض العرب، وأنبيائها، وسلاحها، وأحياها ومامواتها، والميتين واللاحقين، والجاي والمدبر والمقبل. الحل الوحيد هو طرد العروبة والإسلام من دير رب عقولكم والتحاق بدير رب الإنسانية. ياخي تخابوا المخابرات متاع العالم الكل متعرفش القرآن متاعكم يدعو إلى قتلهم وسب نسائهم وتهديم دير رب حضارتهم إذا تمكن المسلمين من القوة والجاه والسلاح النووي الزبي. هاو تتاخذوا العصبة زدام حسين خدموا بيه بشي نيك إيران نكتوا إيران وبعض العرب ناكل العراق ردوا دير رب أخراهم من الأمريكان. سوريا قد ما وبنت للعرب والعروبة والإسلام ورزبتي هاو توا روسيا قتلك نعملوا فيدرالية ورزب مازلت تاكل يا قحبة يا سوريا ما تناكل تمك يا سوريا إلا ما شعبك ميبون أغلبية شعبك باش ينجموا شدوا 5 سنين المجرمين هذوما في بلادكم عندهم حاضنة سنية قذرة مصر عفنة في سوريا هي الحاضنة للإرهاب والإجرام. والنظام السوري بنى عشرات الآلاف من رب المساجد وكل إرهابي في العامة في العالم جاوا تعلموا في الجامعة الأموية متاع الزبي متاع دمشق تو فاز زهريت ورا الزبي تو اللي باش يتحرك باش ينيك لربه يدكم في الزبي كل إلا بيان سور متاع الزبي